تلفزيون لبنان بنحييكم ومندعيكم لمتابعه حلقه جديده من برنامج أمن حالك، وأكيد رح نطرح موضوع جديد بعالم التأمين. بتعاني الأسر الفقيره من محدوديه القدره على الحصول على التأمين الرسمي لحمايتها من المخاطر مثل موت عائل الأسره أو الأمراض الشديده والمزمنه لأفرادها أو فقدان أحد الأصول مثل الماشيه، المسكن أو بعض الممتلكات. بيساعد التامين الاصغر المايكرو انشورنس الناس على التعامل مع الاحداث الغير متوقعه وبمقابل مدفوعات بتتناسب مع احتمالات ومستوى خطر معين وبتشمل مجالات التامين الاصغر الصحه والاصول والزراعه وحالات الوفاه وبيتيح التامين الاصغر للعديد من الافراد او المجموعات تجميع المخاطر واعاده توزيع تكاليف الاحداث الخطره داخل مجمع المخاطر ومع توسع مؤسسات التمويل الاصغر الميكرو لونز من الاكراد مجموعه اوسع من المنتجات الماليه بيزيد اهتمامها بتقديم منتجات التامين الاصغر لعملائها بالشراكه مع شركات التامين والى جانب شركات التامين هناك جهات بتقدم المايكرو انشورنس مثل مؤسسات التامين المشترك والتعاوني وغيرها من مؤسسات التامين المجتمعيه واللي بديرها المجتمع والجمعيات اليوم ببرنامج أمن حالك من الصديف السيدة كورالي زكار مساعد مدير عام شركة كوميرشل وخبيرة في المايكرو انشورنس أو التأمين الأصغر مساء الخير سيدة كورالي مساء الخير نادر نحن أكيد من بتلفزيون لبنان اليوم هيك رح نحكي بشكل اكثر مفصل عن هالمايكرو انشورنس او التامين الاصغر بالعربي اللي هو عم ينتشر حاليا بالدول الفقيره وللاسف لبنان عم يزداد فيه الفقر وايضا الطبقه اللي هي تعتبر الطبقه المعدومه صار هنالك من تأمين بيحمي هالجماعات بما أنه لا يوجد دولة إلى جانبهم خبرينا شوي أو قبل ما ننتقل قبل ما ننتقل عن التأمين الأصغر حبيب أسألك سؤال بما أنه حضرتك سيدي بعالم التأمين وامرأة حامل قديش في ضغط على السيدة أنه تشتغل بعالم التأمين وقدي شو لازم تكون صفاتها هلا انا بعتبر انه الضغط موجود بكل القطاعات والاهم هي للمراه يكون عندها ثقافه شغلها بتعرف تقدر تدير البزنس وتقدر تدير الستريس اللي بيجي معه فهي بمجرد ما تعرف شغلة رح تقدر هي تقدر ترفق الزبون تقدر تعلمه وتقدر ترافقه بكل الازبون. يعني بيكون بالها طويل تشرح أكثر للزبون البوليسة مزبوط اليوم بنشوف بقطاع التامين صار في يمكن حوالي 60 او 70% من النسوان فما نو شيء نستغرب اذا بنفوت على مكتب وبنشوف أكترية النسوان وما بنستغرب كمان اذا حتى بنشوف بقسم الحوادث السيارات كمان في نسوان عم بيشتغلوا عم بيشتغلوا هنا مع الجراجات مع السبيت حسب ما عرفنا بكوميرشال و... في عدد هيرو. كبير بقسم الحوادث من نساء بيحلوا حوادث بيتصلوا بالجراجات بيسعروا قطع سيارات صح. برايك هل هي الحاجه للعمل ولا لانه بيلة طويل بتشرح اكثر للزبون هلا هي شغلتين اول شيء هو عمل اداري بنسبة انه يكون عندها وقت محدد مشان تقدر تروح فيه على المكتب بعدين يمكن ترجع تهتم بالعائله وتاني شيء اليوم صارت المراه مسقفة وعندها نفس العلم مثل الرجل، فمنشوف منشوفها عم بتنفسه بكل كل المطارح. هلا بنرجع لموضوعنا كنت هيك حابب اعرف بس شوي عن عن حال المراه وبما انه معنا يعني كثير قليل عم بيكون معنا سيدات ببرنامج امن حالك، فاهلا وسهلا فيكي، هيك بي بي بنرجع لموضوعنا اللي هو التامين الاصغر، اذا بدنا نعرف عن هالتامين بشكل سريع، كيف كيف بدنا نعرف عليه؟ التامين الاصغر هو تامين شامل. بيعطي فرصة لكل اشخاص ذوي الدخل المحدود انه يحموا حالهم من الاضرار الجسدية او المادية يلي إلا اثر عليهم، على عيالهم، على ممتلكاتهم، ويلي بتاثر بطريقة مباشرة على المدخول تبعهم. هلا انا بدي زيد شغلة على المقدمة يلي قلتها حضرتك انه اليوم عم بيزيد التامين الاصغر، بس مش بس لانه عم بيزيد الفقر، ومش لا. بس بالبلدان الفقيرة، كمان بالبلدان يلي عندها موارد أو بلدان غنية لأنه بنشوف بهدول البلدان في كتير إكسبات <سؤال> الاشخاص يلي عم يجوا وعم بيشتغلوا بالعمار وبغيرهم هن كمان اشخاص عايزين التامين الاصغر لهم ولعيالهم يلي بغير بلدان يعني بيتوجه مثل ما قلنا مثل ما حضرتك يعني ذكرتي لذوي الدخل المحدود، <سؤال> يعني الفقراء بالماضي كانوا يتعرضوا لاكيد مخاطر مثلهم مثل كل العالم، وايضا بيلجاوا ليحموا حالهم من هالمخاطر، رح ننتقل لعند هيدا قبل اكيد ما يخلق او يعني يتم اكتشاف التامين الاصغر، رح ننتقل لعند زميل كريستين حداد لنتعرف على مشاكل الفقراء او مخاطر الفقراء وببريزنتيشن بداية مساء الخير لضيفتنا مدام كوراليزا كار مساء الخير لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا رح نبلش اكيد هلا ونعدد المخاطر يلي عادة بيواجهها الانسان وهي عديدة مثل المخاطر الطبيعية اي الامطار الغزيرة الانهيارات الارضية الزلازل الفيضانات والجفاف المخاطر الصحية مثل المرض الاصابات الحوادث العجز والاوبئة في عنا كمان مخاطر دورة الحياة مثل الولادة الامومة الشيخوخة الموت، المخاطر الاقتصادية مثل البطالة، الفشل والخسارة في العمل، المخاطر الاجتماعية مثل الجريمة، العنف المنزلي وأعمال الشغب، وأيضاً المخاطر البيئية، التلوث وإزالة الغابات، انزلاق الأتربة وغيرها. واكيد يواجه الفقراء المخاطر نفسها يلي بيواجهها غير الفقراء الا انه هالمخاطر بيكون لها اثر مالي اكبر وبتحدث بصوره دوريه اكثر عند الفقراء او عند ذوي الدخل المحدود اما كيف بيحمي الفقراء انفسهم من هذه المخاطر فمعظم ذوي الدخل المحدود بيديروا المخاطر بوسائلهم الخاصة وبيعتمد الكثير منهم على مجموعة من الآليات غير الرسمية مثل ادخار الأموال، ملكية الأصول، جمعية الادخار ومقرضي الأموال لمواجهة هذه المخاطر والتعامل معها مثل وفاة عائل الأسرة أو المرض الشديد أو فقدان العمل وطبعا هناك عدد محدود جدا من الأسر يلي عندها تأمين رسمي على هذه المخاطر أما كيف ذوي الدخل المحدود بيحموا أنفسهم؟ اولا من خلال الوقايه فبيعملوا على تجنب المخاطر والتقليل منها وذلك عبر وسائل غير ماليه على سبيل المثال الاهتمام بالنظافه وهي احدى طرق تقليل مخاطر العدوى بالمرض خاصه بين الاطفال والصغار وكذلك استخدام العلاقات الاسريه للحصول على فرص عمل او دعم مادي وايضا كمان فينا نحكي عن الاعداد حيث بيتم بيقوموا على توفير المال وجمع الاصول وشراء شراء التأمين وتعليم أبنائهم من أجل إدارة المخاطر المستقبلية وبالنسبة, وبالنسبة لبعض المخاطر أكيد في بعض الجمعيات بتتكفل تأمين الحماية اللازمة لهم إلا أنه وبصورة عامة هذه الجمعيات هي يعني ما بتحمي بدرجة كافية من المخاطر المكلفة وغير المتوقعة مثل المرض المميت لعائل الأسرة أكيد في أيضا تأمين الإلزامية على الكرود يلي بتغطي الرصيد القائم للقرض في حال وفاة المقترض بس هيدي المنتجات التأمينية بتكون أحيانا مصممة لحماية المؤسسة المقردة أكثر من حماية عملائها واخيرا التاقلم والتاقلم مع الاحداث يمكن انه يترك الاسر الفقيره اكثر عرضه للمخاطر المستقبليه ففي مواجهه الضغوط الاقتصاديه الحاده ممكن انه يلجا ذوي الدخل المحدود للحصول على قروض الطوارئ اكيد من مقرضي المال او من مؤسسات التمويل او المصارف وقد يلجا كمان لاستغلال المدخرات او بيع الاصول الانتاجيه او التاخر عن سداد القروض او تقليل نفقات الغذاء والمدارس آه، اذا يعني شفنا آه، 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 اكيد شو بيعانوا آه، ذوي الدخل المحدود من امور حياتيه كمان ممكن انه تخليهم ما يقدروا يكفوا ويستمروا، هون سؤالنا لحضرتك آه، مدام كورالي، برايك آه، هل السوق التاميني بلبنان آه؟ يعني بحاجه او ابوابه مفتوحه لهيك نوع من تأمينات للميكرو انشورنس؟ اكيد كل الابواب مفتوحه واكيد في عنا سوق او نحن بنحب نسميهم منتسبين فنحن بنتوجه لكل الاشخاص يلي ما منتسبين ولا للضمان ولا للتعاونيه ولا للجيش ولا عندن ولا قادرين يدفعوا اقساط التامين العاديه هنا بيكونوا اشخاص يمكن بينتسبوا لمجموعه هالمجموعه بتكون مؤسسه قروض صغيره بتكون مؤسسه خيريه مؤسسه اجتماعيه ممكن تكون تعاونيه هل في احصاءات بلبنان بتقول قديش هالطبقه الطبقه اللي ما عندها اي اي غطاء يعني ما عندهم لا غطاء من قبل الدوله تاميني ولا عندهم قدره انه يشتروا تامين عندكم احصاءات نحن عملنا دراسه بسنه 2009 من بعد ما اخذنا جرانت من ميليندا اند بيل جيتس فاونديشن وعلى الارض تبين انه عندنا حوالي 46% ما عندهم اي نوع من التامين او ضمانه اجتماعيه ولا شو الامين بيلجأوا هو 46% حسب الدراسه اللي عملتوها هدول الاشخاص مثل ما سبق وقالت كريستين بيتكلوا كثير على مدخول مش ب... وادخار العائله الهاوس هولد مش بس مدخولهم بيلتجئوا للاحزاب او غيرهم بيشتر... بيلتجئوا للمؤسسات الخيريه وبكثير من الاوقات عم عم بيواجهوا مشاكل كبيره مشان يغطوا حالهم هلا هل هالنوع التامين اكيد خلق له هدف يمكن هدف صح. يعني ولازم نحكي عنه لانه ليكون في اكثر من نص اللبنانيه ما عندهم تامين صار اذا بال 2009 يعني على الوضع الاقتصادي اكيد صاروا هلا اكثر برايك شو هدفه الاساسي لهالنوع التامين؟ الهدف الاساسي لتامين الاصغر هو عدم تراجع الوضع الاقتصادي او اذا فينا نقول يرجعوا لطبقه فقر اكبر مما هن موجودين، فالهدف هو انه نترك السيوله لهيدا المنتسب مشان يقدر يتخطى الضرر يلي صار ويقدر يكمل حياته بلا ما يلجا لقروض اميرجنسي او لا او يبيع احد ممتلكاته مصدر رزقه مثلا مصدر... اذا نعطي مثل هيك لنقرب اكثر الفكره للمشاهد يمكن الشخص اذا كان عنده مكنه خياطه عم بيعيش من مكنه الخياطه وتعرض مزبوط. لحادث لانه عم تواجهوها كثير يمكن شو بيصير فيها العائله اذا ما كان عندها صح عاده يلي عم بيصير وقتها في حادث اول شيء عم بيعملوه هو انه يا اذا عندهم ادخار يا إذا عندهم ممتلكات اقتصادية مثل ماكينه خياطة، مثل تاكسي، مثل فرن، هذا أسرع شيء بيقدروا يبيعوه ويأخذوا منه مصاري، ف فبيكونوا حلوا أول مشكلة بس تاني نهار ما بقى في مردود. بطل في مصدر رزق وأكيد بفوتوا بديون أكتر وأكتر. أو بيشيلوا أولادهم من المدارس، أو عم بيتدينوا بفوايد كبيرة من المرابين. اكيد هذا بخ... اكيد بغرق العائله اكثر واكثر من يعني فوق المصيبه بتنجمع المصيبه ببطل اكيد حدا يقدر ينشلها يمكن من الكرسي اللي وقعت فيها آه يعني مثل ما قلنا في انواع من هذا التامين ومثل ما شفنا يعني هول الاشخاص ما عندهم ولا اي نوع تغطية بلبنان اي اكثر نوع سيد وشو هي الانواع انواع التامين الاصغر بتشبه التامين العادي ولكن اكيد الطريقه او أو كيف نشتغل التأمين الأصغر بيختلف فعنا التأمين الأصغر على الحياة من عود مبلغ مالي في حال وفاة أو عجز في التأمين الأصغر للقروض في عنا تأمين الأصغر لمصاريف الجنازة لأنه مثل ما بتعرفوا هيدا مكلف جدا فنحن بنساعد بنوقف حد العائلة في التأمين الأصغر لحوادث الشخصية في التعويضات استشفائية يومية لكل 24 ساعة بيقضيها بالمستشفى بيطلع له مبلغ محدد مشان يقدر يكون عنده سيولة تيكمل المدفوعات أو يلي يعني بتوجب عليه خلال هيدا الشهر إذا أخذ قرض بيقدر يكمل يدفعه أو إذا عنده دكان فيه يدفع لشخص يفتح بس له بس هادي لأنه هيدي ولا مرة حكين هيدا التغطية ولا مرة حكين عنها ببرنامج أمن حالك اللي هي ها. أكيد تعويضات استشفائية عند المكوس يعني بالمستشفى بس اذا بنحكي هيك بنخبره شوي اكثر عن هيدي التغطيه وتفاصيلها نعم، فببداية السنة نحن نشوف كم معدل المردود اليومي عند الشخص عند الجماعة فإذا بنقول المردود اليومي المعدل هو 25 دولار نحن لكل 24 ساعة هو فيها بالمستشفى اكيد ما قدر يشتغل، ندفع له هذا المردود ال 25 دولار، اكيد يمكن ما عم نكون عم ندفع نفقات الاستشفاء، بس عم نعطيه سيوله مشان اذا عنده قرض بيقدر يسدده، اذا بده يطلب من حدا يفتح له الدكان تبعه تما تنتزع الخضره بيقدر يدفع له اياها، كرمال تقدر تكمل حياته. هل مشاكل هذا النوع من التامين هي ذاتها بتشبه مشاكل التامين العادي؟ المشاكل طبعا هي ذاتها ولكن بعد اكبر لانه المشكله الاساسيه هي عدم تثقيف المواطن على التامين وليش هي امرار اهم؟ لانه يمكن بالتامين العادي في عنا تامينات الزاميه مثل تامين السياره بينما شخص ما عنده سياره منه معرض ابدا للتامين يعني و... الدوله ما عم تفرض عليه اي نوع تامين عم بيكون كثير بعيد يعني بالتامين العادي على القليل التامينات الإلزامية عم تفرض عليه يكون قريب من شركات التأمين، يكون في كونتاكت بينه وبين شركات التأمين، بيتعرف أكثر على شركات التأمين، بدورك برأيك بي بي هون مين له هو دور إنه يثقف هول العالم؟ هل الجمعيات اللي بينتموا لها أو دوركم أنتم كشركات بتقدم هيك خدمات؟ هي تعاون بينه وبين المجموعات اللي عم نشتغل معهم. فنحن اكيد سوا نروح نعمل فوكس جروبس مشان نخبرهم نفهم اول شيء شو المشاكل تبعهم وكيف فينا نحلها ثاني شيء مشان نعمل بروشورات ونفسر بطريقه سهله جدا شو التغطيات كيف بيقدروا يستفيدوا من البوليسه وكيف فيهم يطوروا هالعلاقه مين هن اهم زبونات هذا النوع يعني من التامين يعني مين هالجمعيات اللي بتلجا لعندكم تطلب هيك انواع تامين اول جمعيات طلبوها هن جمعيات القروض الصغيره لانه كنت بدهم يحموا حالهم في حال اي حادث ولكن اليوم عم نشوف عم تكبر صاروا المؤسسات الخيريه عم تيجي تقول نحن منفضل ندفع تامين قسط بدل ما نعمل مساعدات بلا ما نعرف قديش رح ندفع بالسنه مثلا او او غيرهم ف... فاذا يعني الجمعيات اللي هي كانت ما ما بتقدر تحط بادجت اول السنه قد انا بدي ادفع مساعدات لانه مش عارفه شو ناطر هول الممبرز بالمستقبل بينما بالتامين بيدفعوا هالقسط وبيريحوا بالهم مزبوط نحن اليوم هلا رح ننتقل على زميلتنا كريستين في سؤال مدام ذكر برأيك هل شركات التأمين بلبنان أكيد لأنه بعد ما عندها خبرة وافية بإدارة هذا النوع من من التأمينات برأيك رح يكون في صعوبة بعدين يعني لما رح يعملوا مانجمنت لهيدي التأمينات أو رح تكون الأمور هينة وسهلة؟ أكيد رح يكون فيها صعوبة لأنه نحن بالتأمين العادي معودين على سياسة الأندر بينما أصول التأمين الأصغر هي بتقول أنه ما بقى في أندر تاني تاني شيء بيفترق لانه بالتامين العادي نحن معودين على بوليسا مع عشر صفحات بالتامين الاصغر مت... ما في استثناءات رح يكون اسهل رح يكون اسهل, رح يكون أسهل بالنسبه للشركات بتامين الحياه مثلا عنا ما في اي استثناء بس أنتوا كيف تعملوا كنترول يعني هذه هذه البارت كثير مهمه يعني نحن ببرنامجنا قربنا كثير المشاهد للاندر للاكتتاب كيف بيتم دراسه الملفات هون انت عم نقول جمعيات عم تلجا لعندكم يعني كيف كيف بتقبلوا الملف كيف بتتابعوا الحوادث أنتوا بتتعرفوا يمكن على الزبون بس يصير الحادث مش قبل نحن اهم شيء العلاقه معنا ومع الجماعه يلي عم نشتغل معهم وهي تأمين مثل ما قلت بيشمل الكل الكل مؤمن دون استثناء إلى شروط واضحة وببعض المحلات ما في استثناءات العمل الإداري يمكن هو أمرار بيتمثل برقم واحد آخر الشهر يعني مع مؤسسات القرود الصغيرة بآخر الشهر بيبعتولنا بس مبلغ المحفظة قديش باقي أم ايه ف... قديش مدينين أموال منا وعلى هذا الأساس صح. بيدفعوا الجمعيات قصة صح. التأمين فإذا المؤمن ما بيتعرف عليكم ما له صلة معكم إلا عند حدوث الحادث عند حدوث حادث بيبعتولنا لنا بيقولوا لنا مستر اكسر معه حادث متبقي المبلغ واكيد مع صوره شهاده الوفاه والمهم انه اول ما يصير في حادث الدفع لازم يكون حوالي 48 ساعة من بعد ما نكون استلمنا كل الاوراق يلي عايزينها تنكون ملف. هيدا قلنا اذا في حال الكرود وانتم بحال اذا بدنا نعطي تعويضات الاستشفائية اللي حكينا عنها قبل شوي، انتم بتتعرفوا على المؤمن. صح، في نوعين من الجماعة بنشتغل معهم، في اشخاص بيقولوا لنا نحن حابين انه نعطيكم ليستا مشان تصدروا كارت، هيدي الكارت بتمثل رمزيا انه شخص مؤمن. في اشخاص بيقولوا لنا لا نحن عندنا 25 ألف مستفيد بدنا نأمنهم كلهم فاول ما يصير في حادث نحن اكيد بنلحق مع المستشفى وبنتاكد انه هذا الشخص هو موجود ضمن لائحه الجمعيه no. اذا يعني مثل ما قلنا ما في اندر رايتنج ما في استثناءات انما مبالغ التامين اكيد هي بسيطه وما كثير كبيره نحن رح نستغل وجودك معنا رح نطوي صفحه التامين الاصغر مع انه في كثير اسئله ولكن مثل ما بنعرف كمان كوميرشال هي رائده ايضا بنوع تامين هلا رح نروح يمكن للجهه الثانيه لعن تامين للاغنياء وبس موجود لل أغنية. إذا بتخبرينا شوي عنه اللي هو الأرت انشورنس الأرت انشورنس هو تأمين القطع الفنية، التحف والتراث فهي عبارة عن تأمين لكل المخاطر يلي ممكن يتعرض لها من من سرقة، من ضرر، من حريق <applause> حتى نقلة كمان أنتم بتأمنوا نقلة يعني <applause> إذا شخص غني عنده قطعة فن سميني مثلاً برات لبنان وبدي إله على لبنان أنتم بتتولوا كمان نقل تأمين على نقلة لهالقطعه هي إلى مستين أساسيين. أول وحدة هي بمجرد ما صار في ضرر مش بس منعود على الضرر ولكن منعود على خسارة القيمة الأساسية منعود الـ يعني كان حقها يمكن 100 صار حقها 80 لأنه صار فيها ضرر حتى لو تصلحت فنحن منعود على هذا الـ والميزة الثانية إذا كان في خسارة كلية بتعودوا على كافة المبلغ صح والميزة الثانية هي لكل هواة التجميع انه نحن بنقدر نامن لهم الكوليكشن تبعيتهم بكل العالم هيك بنعطيهم حريه يقدروا ينقلوا هدول التحف من بيت لتاني يمكن بالصيفية بدو ينقلون على بيته بفرنسا أو بالشتاء على بيته بالكاريبيين في عنده حرية نقل فكله كله ونحن مش بس من أمن collectors, من أمن المتاحف من أمن صلاة العرض والمعارض هيك حكي حكينا بشكل سريع بس لنفرجي قدي أنواع قديش التأمين هو عالم واسع قديش ممكن ينتقل من طبقة لطبقة ومن نوع لنوع بعد سؤال عن الأرت إنشورنس مين بي... أنتو كأندر أو كأكتتاب مين بي... مين بي بيقول قديش سعر هال هالقطعة أو هالتحفة مثلا أكيد نحن مش خبرة حتى السعر ولكن نحن بنسميها الاجريد فاليو هو الشخص المؤمن او المتحف المؤمن بيعطينا هو آه ليستا بي بالقطع يلي عندهم بالفاليو يا بيكونوا عملوا فالويشن مش من زمان يا بقديش تاريها ونحن بنأمن القيمه اللي هو بلغنا فيها يعني نحن بنتشكر وجودك معنا سيده كورالي كار مساعد مدير عام في شركه كوميرشال وايضا خبره يعني واسعه بالتامين الاصغر او المايكرو انشورنس بنتشكر وجودك معنا وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى مع حضرتك شكرا اذا مشاهدينا رح نتوقف مع فاصل اعلاني اكيد من بعده بنتابع برنامج امن حالك مرحباً جديد مكملين معكم مشاهدينا بحلقه اليوم من برنامج امن حالك اكيد بنشكر كل المشاهدين على ثقتكم فينا وخاصه انه عم بيوصلنا كثير اتصالات خلال الاسبوع كان على صفحتنا على الفيسبوك امن حالك او على الرقم الخاص بالبرنامج اللي هو 70 166 919 اذا لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا اذا عندكم اي شكوى اذا عندكم اي سؤال بتعلق آه بيتعلق بقطاع التامين بدنا بدنا اياكم بليز تشاركوا تشاركوا هالاتصال معنا وتعطونا خبرتكم بهذا المجال واليوم أكيد معنا بالاستديو الأستاذ فادي فعور خبير بحوادث السير والميكانيك يلي حب أنه يجي لعنا لحتى يخبرنا عن مشكلة صارت معه أكيد لحتى كل المستمعين يسمعوها ويعرفوا شو عم بيصير بهذا الكتاب اذا مثل ما ذكرت زميلتي كريستين موجود معنا بالاستوديو الخبير فادي فاعور من لك مساء الخير اكيد سعد الخير نتشكر ثقتك بالبرنامج الله يخليك واكيد حضرتك خبير بمنطقه رشيا عم تنقلنا قديش نعم. في متابعه لبرنامج أمن من حالك بمنطقه ايه أكيد. رشية. ايه اكيد فاكيد كمان هذا بيعطينا دفع انه نكمل اكثر ونوعي اكثر المشاهد حضرتك يعني جبت لنا كيس جبت لنا حاله صارت معك كخبير نعم. بعد ما تاكدنا من كل الوراق ومن بعد ما شفنا الملف اللي حضرتك جايبه حبينا تكون موجود معنا بالاستوديو لنخبر ولكن نحن بالبرنامج ما بنسمي اسماء شركات ولا وكلاء تامين ولا اي خبراء ثانيين بس لانه نحن البرنامج هون مش جاي ليعمل يعني فضايح او جاي ليشهر عالم او شيء انما لنوعي العالم على مواضيع مهمه جدا بتصادفنا نحن كعالم موجودين بعالم التامين واكيد نستضيف اشخاص موجودين بعالم التامين بنضيف خبرتهم لخبرتنا كرمال نوعي المشاهد بس أكثر. اذا هيك بشكل سريع ومختصر منخبر المشاهدين كيف بلشت القصه وهيك من بالنهايه بنطلع بخلاصه قبل كل شيء برجع بمسيك استاذ نادر ونظرا للاقبال الشديد على على البرنامج بمنطقتنا بمنطقه, بمنطقة رشايا البقاع فحبيت اظهر وعبر بهذا الموضوع عبر برنامجك المميز نعم. من حوالي تقريبا الشهر انا بصفتي خبير للحوادث بمنطقه البقاع الغربي رشيا كلفت للكشف على حادث السير حصل على طريق مصنع رشيا طبعا نحن اول ما يوصل الخبير شيء طبيعي انه يتاكد من بوليسة التامين نعم بس انت كلفت من قبل شركه طبعا من قبل شركه شركه بعتتك يعني صار بعتت اتصال بالشركه واسمي مدون على لائحه الخبراء الشركة عن... ما رح اسمي بش... الشركه لانه الشركه كمان مخصصه اصلا بكل هذا الموضوع هلا هون الشركه اكيد مخصصه ولكن في شركات نحب نذكر للمشاهدين في شركات دغري بتبعت خبير من دون ما تتاكد انه في بوليس التأمين نعم في شركات ما بتعطي رقم حادث بس يجي اتصال من من الشخص المؤمن بتبعت الخبير يلي هو بالمنطقه دغري. ضمن نطاقه نعم. نعم. فصار اتصال من قبل هالمؤمن من قبل المؤمن لا من قبل المؤمن للشركه الشركه كلفتني بصفتي انا موجود بالمنطقه نفسها اللي تبين انه بعد ما نظمنا التقرير ونبعته على الشركه بعد ما بعثنا تبين انه هذا البوليصه ما الا قيود بالشركه يلي كلفتني نعم نعم رجعنا صاحب السياره تبين انه هو مؤمن عبر بروكر وسيط مش عبر الشركه مباشره نعم وهي هون نحن معنا البوليسه وطلعنا عليها هي بوليسه صادره بصندوق تكافلي بالمنطقه نعم. فوق نعم. والبوليسه مانا موجوده بالشركه اللي اتصل فيها بالشركة اول مره اللي, اللي مسميها نعم. شركه اكس 100% هلا هذيك نعم. من بعد ما اكتشفت انه ما في بوليسه شو عملت من بعد ما اكتشفنا ما في بوليسه رجعنا توصلنا لمعرفه رقمه لهيدا الشخص يلي بيع البوليس يلي بيع البوليسة يلي هو مسمي حاله بروكر نعم كمان ارشدني على شركه تانية كمان توجه بعثنا التقرير تبعنا تبع الخبير للشركه التانية تنعلمها بالحادث كمان طلعت البوليصه ما لها قيود بالشركه التانية يلي بلغنا عنها بس شخص مثل هيدا عم ببيع بوالس مش عارف وين مامنها برايك ليه بده يبعتك لشركات تانية؟ يعني هل هو ضايع ممكن هلا اللي تبين انه نحن بعد متابعه بعد متابعه باكثر من اسبوعين تتوصلنا لنعرف انه هيدا الشخص هو بيشتغل بروكر بمجال التامين وعنده جراج للحديد والبويا بمنطقه بيروت و... وبيشتغل ب مثل ما قلنا باسم ال... اسم الصندوق التعاضد نعم. يلي مدون على البوليصه هو صندوق تعاضد مرخص من قبل وزارة الزراعة المديرية العامة للتعاونيات إنما هو عم يصدر بغير علم عن الصندوق, عن الصندوق. نعم. اذا ما في بوليس التامين المؤمن منه مؤمن التأمين. انت اتصلت لان بصندوق التعاضد صندوق نعم. التعاضد كمان ما عم بيصدر هيك بوالص نعم نعم اللي تبين انه بوليسة التامين على السيارات من 2011 صندوق التعاضد هيدا موقفها يعني عم يتامل بس ببوالص التامين على الحياه نعم هلا اللي صار انه بعد ما رجعنا عده مرات اللي تبين انه نحن اعلمنا صندوق التعاضد بهذا بهذا الامر واستغربوا الامر كثير و... وهن كانوا ي... يعطوه بواليس بشكل يومي بشكل يومي اللي تبين انه عم يصدر هو على حسابه الشخصي بواليس بنفس الاسم بس ما عم بيحط رقم اسم الشركه او يعني عم عبي بيضل شيء مبهم ب... بالبوليصة يلي عم بيسلمها للزبون وعلى يعني. و... مع يعني مع لفت النظر انه البواليس اللي عم يصدرها هي بواليس اول ريسك يعني أو ريسك اللي هي ما بحق لها اصلا صناديق التعاضد تصدرها ما بحق لها تصدرها وعلى وبنفس الوقت انه عم يتقاضى ثمنها بين ال 550 وال 600 دولار على كل بوليصه سنة حضرتك يعني. اتصلت فيه لهالشخص؟ اتصلت فيه اكثر من مره وحاول يقول لي انه يعني يتوسل انه ما نقدم شكوى فيه وحتى عم بيقول لي خزق البوليصه وانا مستعد انه اعوض لك عن كل تكاليف الحادث. يعوض لك لإلك مش للمؤمن. مش للمؤمن <applause> هل... نصيحتك للمؤمن؟ نعم هلا هون المؤمن نحن نصيحه لكل شخص بيستحصل على بوليصه سواء كانت تامين الزامي او تامين مادي اذا ما كان اخذها مباشره من شركه التامين نصيحتنا له انه بس يشوف البوليسة يشوف اسم الشركة فوق لأنه في مكاتب تأمين بتعطي بوالس من عدة شركات يشوف اسم الشركة ويتصل على الشركة اللي هي مصدرة البوليصة هون بيتأكد إذا بوليسته صحيحة ولا مزورة أو وهمية اكيد هون نحن عم نعطي نصيحه للمشاهد اللي لاول مره عم بيتعامل مع شخص نعم. يعني شخص لاول مره قدم له خدمه التامين اكيد اذا في ثقه بينه وبين البروكر او باي او مع الوكيل او وسيط التامين نعم. منه بحاجه اكيد ليتاكد ولكن دائما لي لما يكون في علاقه جديده لازم نتاكد صحيح نحن يعني هون اكيد فكرتنا مع حضرتك وصلت لنهايتها شكرا. بس كخبير هيك بثواني قليله نعم. تنزل على الحادث قد بتلاقي في مرات بيكون في تركيب حوادث او بحاجة المؤمنين يركبوا حوادث على الشركات سؤالك كثير بمحله اذا بدك 70% من الحوادث عم يعني اصحاب الحادث عم يعملوا على تركيب الحادث ومغايره الاثار والمعالم قبل حضور الخبير لحتى بنظرهم هن انه يستفيدوا من الاستفاده من البوليصه لحتى يعني يغيروا معالم الواقع ويغيروا الحقيقه، يعني سواء مرات بيكون شخص مش عم بيسوق، بحطوا شخص عم بيسوق، آه بيحطوا سياره محل سياره ثاني، نعم. عم بيكون في كتير حالات تركيب مركبه لتغيير معالم الحادث، نعم. وهون ما أنا بترجع الخبره والنشاط للخبير نفسه يلي لازم بدوره يكون نعم. دقيق ويتحقق من هالموضوع نعم. و... يعني استاذ فادي اكيد نتشكر وجودك واكيد نتمنى يكون كل الخبراء هيك يكون عندهم هال هال مثل الضمير اللي عندك حضرتك وهيك ساعتها كل القطاع اكيد بينهض وبيستفيد هو المؤمن شكرا لوجودك الله, لو الله يخليك استاذ نادر وبنتمنى لك التوفيق وبنتمنى لبرنامجك المميز الاستمراريه شكرا لك نحن رح نتوقف مع فاصل اعلاني من بعدها بنكون مع الاسئله وال بحلقتنا اليوم مشاهدينا وصلنا لاخر فقره من برنامج امن حالك وهي اسئله المشاهدين يلي خلالها رح نجاوبكم على كل الاسئله يلي بتبعتوا لنا خلال الاسبوع ان كان على رقم التليفون يلي عم قدامكم على الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك امن حالك. نادر في وصلنا سؤال من مواطن اسمه ريشه عم بيقول عندي سياره موديل 2014 عم بيسالنا قديه بتكون نسبه التدني في حال صار معه حادث واضطروا بالشركه يحطوا له قطعه جديده مش مستعملة كلنا بنعرف اذا كانت موديل السنه السياره ما بتحمل القطعه الجديده اي تدني نعم السنه اللي بعدها 10% نعم وكل سنه بتزيد 5% نعم اكيد لحتى يوصل لفتره 50% خلاص هون بتوقف نعم وفي بعض الشركات بتبطل اصلا تعمل بوال استئمين شامل للفوق للي فوق 10 سنين هلا في امور ثانيه الشركه اكيد بتحمل عليها 50% هيدي متعارف عليها مثل الدواليب مثل البطاريه مثل زيت السياره لانه هيدي امور يعني المواطن بيستهلكها دائما فهيدا خلص دغري بياخذوا عليها 50% اكيد بس بنرجع نقول انه كمان المواطن بيقدر يطلب من الشركه لما بيعمل تامين شامل انه يطلب يشيل تغطيه depreciation على نيوز أكيد, أكيد مقابل قسط بسيط من التأمين نسبة نعم. صغيرة بيقدر يشيل التحمل وأيضاً بنحب نذكر كريستين أنه التحمل هي الشركات إذا كمان في بوالس إذا ما كان يعني الشركة لقيت قطع مستعملة لتركبها محل القطعه اللي تضررت ما بتحملوش آه في عنا كمان مروان عم لنا عم بسألنا إذا في خط ساخن لشكاوى التأمين آه بوزارة الاقتصاد لهي امرون عنده شكوى وبده يوصلها لوزاره الاقتصاد طبيعي اكيد كريستين اذا مذكرهم الرقم دائما اكيد دايماً هو من... 01 999 تسعة. آه هيدا رقم وزاره الاقتصاد لجنه هيئه مراقبه شركات التامين اكيد اللي عندهم مركز الشكاوى بيقدروا ياخذوا كل اتصالاتكم ويساعدوكم لحتى توصلوا لحل مع اي شركه واكيد نحن بيت. هون بننصح المواطن اللي اللي انعرضت اللي انعرضت حالته م. بالبرنامج قبل لحظات بالفكرة الثانيه نعم. انه يتوجه لمكتب وزاره الاقتصاد يخبرون قصته بركي بيقدروا يساعدوا لا اكيد انا يعني المفروض كمان يتخذ اجراءات بخصوص نعم. هذا الموضوع آه كمان رح نكون باخر سؤال في شركات بتغطي زياره الحكيم مع الادويه اما شركتي رفضت تغطي لزيارة زياره الحكيم نرجع للبوليسة أكيد هون دايماً نحن ما نطلع على البوليسة اللي بيمتلكها غيرنا نطلع على بوليستنا نقراها نشوف شروطها قبل ما نبلش نقول ما عم بيغطولنا لأنه كل أغلبية الشركات ما بتغطي زيارة الحكيم إلا إذا إحنا اشترينا هالخدمة نعم، آه، إذا يعني لهون نوصل لختام حلقتنا لليوم، أكيد لكل المشاهدين يلي تابعونا آه، بدنا نقول لكم ميرسي وابعثوا لنا أكيد كل أسئلتكم على أرقام التليفون وعلى صفحة الفيسبوك لحتى نحن نجاوبكم عليها، آه، شكرا وإلى اللقاء. إلى اللقاء.